بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا مش لاقي كلام أعبر بيه عن سعادتي وشكري وامتناني بحفاوة الترحيب وكرم الاستقبال، والذي إن دل على شيء فإنه يدل على عظيم خلقكم ومعدنكم الأصيل. هؤلاء هم أهل كفر الجنينة وأهل دائرة الجروح. جئت اليوم مساندا ومؤيدا لابن من أبناء مصر البررة، سعيت إليه بإلحاح كي يكون مرشحا عن حزب الوفد، فكانت استجابته سريعة لأنه من عائلة وفدية أصيلة. جئت اليوم لأؤيد أخي وصديقي سيادة النائب بإذن الله العمدة أبو النجا الموسى. أشكر أيضا أخي وزميلي الأستاذ محمد حلمي سويلة وقيادات لجنة الوفد بالدأهلية الذين سعوا قبلي إلى التواصل مع سيادة النائب ليقنعوه بالترشح على الوفد، فشكرا لكل أبناء الوفد بالدأهلية. وأشكر سيادة اللواء محمد الدسوقي الذي نضع آمالا كبيرة عليه في هذه المعركة، وإن شاء الله بعد أيام قليلة نأتي هنا لنحتفل سويا بنائبكم نائب الأمة سيادة النائب العمدة أبو النجا الموسى. وتساؤلات كثيرة في داخل كل منا، ولا أكاد أذهب إلى مكان حتى أسأل هي مصر رايحة على فين؟ سؤال بيقلق كل مواطن مصر. مصر لو تعلمون ما تجاوزته لأيقنتم أن الفرج قريب. مصر منذ 5 سنوات تجاوزت أهوال كثيرة، كان مخططا لهذا البلد أن يتحول إلى بلد متحارب أهليا، إلى بلد لا يجد قوت يومه. كان المخطط أن تسقط مصر فتسقط معها الأمة العربية والإسلامية كلها، ولكن شعب مصر، شعب مصر الأبي ورجال قواته المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال كانوا بالمرصاد لكل من حاول إسقاط هذا البلد، ولأن هذا البلد بلد آمن محفوظة محروسة بسم الله قلوا مصر إن شاء الله آمين. مصر التي كانت مولدا لموسى وهارون، مصر التي كانت ملجأ وملاذا لسيدنا عيسى، مصر التي جاءها يوسف عليه السلام، مصر التي جاءها سيدنا إبراهيم، مصر التي ولدت على أرضها هاجر
أم سيدنا إسماعيل أم العرب، ومن ذات التاريخ فمصر هي أم العرب قولا وفعلا. أمن القومي هو أمن الأمة العربية. مصر التي تجلى المولى سبحانه وتعالى للجبل في سيناء على أرض مصر فخرر الجبل دكا. مصر المحروسة بإذن الله لأن أهلها في رباط إلى يوم الدين. مصر التي حاولوا أن يزرعوا الفتنة الطائفية بين أبنائها فكان الوبد لهم بالمرصاد. الوحدة الوطنية، الهلال والصليب، يحيى الهلال مع الصليب، والدين لله والوطن للجميع، شعار ثورة 19 الخامس. يوم حاول الإنجليز أن يبثوا الفتنة الطائفية واتبعوا سياسة فرق تسد، فما كان من شعب مصر هذا الشعب الواحد الذي عاش 7000 عام على ضفاف النيل واحد يعبد رب واحد هو الله رب العالمين، رب موسى وهارون وعيسى ومحمد، رب الناس أجمعين. شعب واحد يدين بدينين يعيش على أرض واحدة. لو أحكي لكم ذكريات من تاريخ هذا الشعب العظيم اللي احنا أحفاده وأبنائه. واصف بطرس غالي ابن بطرس باشا غالي أول رئيس وزراء مصري، واللي قتلوا أحد شباب الحزب الوطني القديم بخلاف سياسي حول موقفه من السودان. انضم للوفد واصل بطرس غالي، فالسفير الإنجليزي في فرنسا بيقول له إزاي تحط إيدك في إيد اللي قتلوا أبوك؟ فكان رد هذا الوطن العظيم الذي عانى مع سعد زغلول النفي والسكت، كان رده لسفير الإنجليزي في فرنسا أن أضع يدي في يد من قتل أبي خير لي من أن أضع يدي في يد من قتل وطني. تلك هي الوطنية. سينوت حنة، سينوت باشا حنة الذي افتدى زعيم الوفد مصطفى النحاس هنا في الدقهلية في المنصورة، عندما أراد أحد الجنود أن يقتل النحاس باشا بالسنكي، فتصدى سينوت حنة وتلقى السنكي بدلا من النحاس باشا ومات متأثرا بجراحه. تلك هي مصر. لسنا سوريا، لن نقع في فخ الفتنة الطائفية أو الفتنة المذهبية، ولن نكون العراق، ولن نكون اليمن، ولن نكون أي دولة، لأن مصر لها خصوصية تختلف عن كل دول العالم. عشان كده احنا كلنا تعبانين وكلكم تعبانين، أنا متأكد متأكد، لكن كفاية قوي إن احنا في بلادنا آمنين، في بيوتنا مطمئنين. شعوب الشعب السوري الشقيق، الشعب السوري وهو من أقرب شعوب الأرض إلى قلوب المصريين هو الشعب السوداني، يعاني التشرد واللجوء والقتل، والأطفال تغرق في الرحيل إلى بلدان هربا من الصراع الطائفي الدموي المستعر في سوريا، في اليمن كذلك، في العراق كذلك. كانوا يريدون لمصر هذا، وهذا لا قدر الله إن حدث في مصر كان سيكون فاجعة، لأننا 90 مليون، ما احناش 10 أو 12 أو 15. عشان كده بقول لكم نجحنا إن احنا نبقى لحد النهاردة آمنين مطمئنين. بنعاني اجتماعيا. نعم، كل مواطن مصري صغر دخله أو كبر بيعاني، الفلاح بيعاني. عشان كده لما جينا كتبنا الدستور، وأشرف إن أنا كنت واحد من لجنة 50 اللي وضعوا الدستور، أصرينا إن إحنا نحط النصوص المتعلقة بالعدالة الاجتماعية
نصوص ملزمة للدولة ولم نتركها للقانون حتى لا يكون القانون في أي حاكم النهاردة يرفع بكرة ينزل. حطينا نصوص ملزمة في الدستور وقلنا إن عزة وكرامة الفلاح المصري من عزة ورفعة الاقتصاد المصري وأن الزراعة مقاوم أساسي من مقاومات الاقتصاد وأسلوب حياة وحضارة وألزمنا الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح تاج الزراعي والحيواني للفلاح وبأسعار مناسبة وألزمنا الدولة أيضا بتسويق المنتجات الأساسية أو الحاصلات الزراعية الأساسية بسعر يحقق هامش ربح للفلاح. ألزمنا الدولة أيضا برفع مستوى الريف والاهتمام بأهله وحمايتهم من المخاطر البيئية والصحية التي تواجههم. الفلاح المصري اللي بيبدأ حياته في الزراعة وعمره 6 سنوات لو مرض ما بيلاقيش حد يعالجه، لو عجز ما بيلاقيش معاش. ألزمنا الدولة في الدستور بالتأمين الاجتماعي على الفلاح المصري والتأمين الصحي على الفلاح المصري وتوفير ضمان اجتماعي لكل من بلغ شيخوخة ولم يؤمن عليه وللعاجز عن العمل. فكان اهتمام الدستور ومن بعده المجلس النواب لأن الدستور حتى نجده واقعا على الأرض لابد أن يكون من خلال تشريعات يضعها مجلس النواب اللي حيشرف بإذن الله بوجود سيادة النائب العمدة أبو النجا المرسي. بالمناسبة وأنا على الهوا كده معاكم كان العمدة أبو النجا امبارح بيكلمني على طريق نبروه وأنا امبارح كان عندنا عزومة الملك سليمان خادم الحرمين الشريفين هي فعلا تحية إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أشقائنا العرب جميعا الذين ساندوا مصر ولا زالوا يساندونها. فكان في عشاء امبارح والتقيت بوزير النقل المحترم الدكتور جلال السعيد وكلمته عن الطريق فوعدني لو هو تبع وزارة النقل هينفذه لو تبع الحكم المحلي هيقول لي بكرة. فالنهاردة سيادة النائب قال لي ان هو تبع وزارة النقل وان شاء الله تكون دي هدية الوقت لأهل نبروه. أو هدية سيادة النائب يعني. بقول لسيادة النائب أنت بإذن الله داخل البرلمان على هيئة برلمانية قوية. لها تأثيرها الكبير. وشاءت إرادة الله أن يعود الوفد بعد حصار سياسي لمدة 60 سنة. 2012 عاد الوفد إلى مجلس النواب وكان رئيسي أول جلسة في 2012 هو الدكتور محمود السقا وحصلنا على مقعد الوكيل عن العمال الأستاذ محمد عبد العاف. وفي 2015 كان رئيس أول جلسة أيضا هو النائب الوفدي المستشار بهاء أبو شقة واللي بيعتذر لكم النهاردة عن عدم الحضور وأيضا حصل النائب سليمان وهدان على وكيل مجلس النواب. واليوم ومن هنا وأعلن لأول مرة أن الوفد بالتنسيق مع عدد من المستقلين والأحزاب السياسية سيعلن قريبا ائتلافا وطنيا كبيرا يكون له الأغلبية بإذن الله في أو الأكثرية بإذن الله في مجلس النواب. نقول مصر رايحة على خير. أولا أنا متفائل جدا وزي ما قالت بنت العزيزة نشوة
في أحد لقاءاتي فعلاً أنا قلت مصر قريباً جداً ستكون واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة العربية. أنا متفائل ويجب أن نكون جميعاً متفائلين. الأمل حياة واليأس موت، ولا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. هذا شعار نحتاجه الآن. أقول لكم لقد اجتزنا أصعب المراحل، وعندما يقف الرئيس السيسي متحدثا متفائلا ويعتقد البعض أنه يتحدث لمجرد الحديث، لا، هو عارف إيه اللي جاي لمصر. لو شفنا النهاردة شبكة الطرق اللي بتتعمل، لازم تسألوا نفسكم هل معقول إحنا دولة ما فيش أمل في مستقبل اقتصادي ليها وبنعمل شبكة الطرق دي ليه؟ شبكة الطرق اللي بتتعمل دي هي بداية أو انتظاراً لكي نكون مستعدين، وده في النصف الثاني من 2017 ستكون مصر موارد الاقتصادية لمصر ستتعاظم، وستحتاج لهذه الطرق كي تستوعب التنمية المتوقعة في النصف الثاني من 2017. عايز أحكي لكم عن مشروع جسر الملك سليمان. المشروع ده مطروح من سنة 1988، لكن طبعاً وتجدد مرة أخرى سنة 2007، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقفوا ضد إقامة هذا المشروع. وفي الوقت ده لم تكن عصمتنا بيدنا، كنا نؤمر فنتبع. أما اليوم وبعد ثورتين عظيمتين أصبحنا أصحاب قرارنا. لا تملك دولة صغرت أو كبرت أن تتدخل في القرار المصري. جسر الملك سليمان، الجسر ده بيمتد من منطقة في تبوك لحد شرم الشيخ، هيجي لحد جزيرة تيران كوبري، ومن جزيرة تيران لحد شرم الشيخ نفق تحت المية تحت عمق 76 متر علشان ما يأثرش على الشعاب المرجانية عند شرم الشيخ. المسافة بين القاهرة ومكة 1500 كيلو، بين القاهرة والرياض 2000 كيلو. الكوبري ده كمان هينقل عليه خط أنابيب البترول اللي جاي من المملكة العربية السعودية، هيحمل على الكوبري ويصل إلى خط أنابيب سومت ويصدر إلى جنوب أوروبا. السعودية بتصدر كل يوم لجنوب أوروبا 1.5 مليون برميل، الوفر في البرميل 1.5 مليون دولار، يعني في السنة ما يوازي 7 مليار دولار في نقل البترول بس من السعودية لسومت في مصر لجنوب أوروبا. أيضاً الأهمية الاستراتيجية لهذا الكوبري، الكوبري ده وصل الأمة العربية، شرق الأمة العربية بغربها، وده مهم جداً لتحقيق الأمن القومي العربي، ومهم أيضاً لحركة التجارة الإقليمية الخاصة بين مصر والخليج وبين الخليج وبين مصر وأفريقيا وأيضاً أوروبا. وده كل المرور ده بيبقى بفيه يعني برسوم. فإحنا أمام مشروع هيستغرق 3 سنوات، ولكن العائد منه عائد اقتصادي أمني سياسي ضخم جداً، وتحقق الحمد لله بالأمس وبدأوا في دراسة الرسومات التفصيلية. لو اتكلمنا أيضاً عن مشروع قناة السويس، واللي البعض بيتكلم عشان يعني نحبط، اللي البعض بيتكلم على أن هذا المشروع كلفنا 8 مليار دولار،
وإلا مشروع ما كانش وقته. أنا بقول لحضراتكم إن مصر المشروع ده أولاً حفر القناة تكلف 20 مليار جنيه شامل أربع أنفاق وأربع صحرات لنقل المياه، أربع أنفاق عند إسماعيلية وبورسعيد، نفق للسيارات، نفق للسكة الحديد في كل مدينة، وأربع صحرات تحت القناة لنقل المياه لسينا والربط سينا بالوطن الأم. اتكلف 20 مليار جنيه ما دفعناش احنا منهم ولا دولار. وانا مش عايز اقول الدولة اللي دفعتهم، لكن احنا ما دفعناش منهم. ولا دفعنا دولار واحد. والمراقب لاحتياط النقد الاجنبي في البنك يلاقي ان النقد الاجنبي قبل حفر القناة وبعد حفر القناة لم يتأثر الا بالعجز في الميزان التجاري اللي هو بين التصدير اللي بنصدره وبين الاستيراد اللي بنستورده. ظلت قناة السويس عبارة عن ممر مائي فقط. اليوم تحولت إلى مشروع تجاري صناعي. على جانبي القناة ستكون هناك مناطق صناعية دولية. الصين لها منطقة صناعية ضخمة ملايين الأبدنة. كل الدول الكبرى ستنقل صناعتها هنا في وسط العالم. ودي تنمية المحور الأساسية. ده الهدف الرئيسي من ازدواجية قناة السويس. نستعد للاستثمار في تنمية قناة السويس. وجود الصناعات والمناطق الصناعية الدولية دي وخدمة السفن والملاحة ده بيأمن مصر ضد أي عدوان. لأن العدوان على القناة في الوقت ده أو على مصر بيبقى عدوان على العالم كله مش على مصر بس. فدي أيضا نقطة استراتيجية بتأمن أمننا القومي. احنا النهارده بنعيش على 7% من مساحه الارض. عندنا ثروه اسمها الاراضي المصريه. احنا العاصمه الاداريه الجديده مش هتكلفنا حاجه. انت مجرد ما هتفتح الحجز للمشروعات التجاريه والصناعيه والاسكان في العاصمه الجديده، الارض اللي انت بتبيع بيها هي اللي هتعمل لك كل المرافق، وتبقى انشاء منتجع أو منطقة جديدة، مجتمع عمراني جديد بعاصمة جديدة حديثة تمتص ازدحام القاهرة وتنقل إليها كل الوزراء. الأراضي في مصر، يعني النهاردة أنا في أحد المشروعات المقدمة إنه هو إحنا بنعمل، يعني الحقيقة مقدمها المستشار سامح عادل صدقي ووزير في حكومة ظل الورد، إزاي نعمل تنمية من غير الدولة ما تدفع فلوس؟ ازاي تبني مستشفى من غير ما تدفع فلوس بالارض؟ بيجي مستثمر تديله الارض ببلاش يبني لك مستشفى على الارض الثانيه ويسلمها لك. وكذلك في المدارس مشروع متكامل وهنعرضه على الحكومه بعد ما تاخد الثقه من البرلمان. فانا بطمنكم ان المشروعات الكبرى دي مش الهدف منها الاستعراض او الهدف منها يعني التباهي بالهرم الرابع او السد العالي الجديد او لا، دي مشروعات على ارض الواقع حقيقيه هيلمس المواطن ثمرها في خلال لا يزيد عن عام ونصف من الان. فيما يتعلق بارتفاع الاسعار والكهرباء بالذات، لما قامت ثوره 25 يناير رحت اثيوبيا ضمن وفد للدبلوماسيه الشعبيه، وكان رئيس الحكومة وقتها ميليس زيناوي، والتقينا بيه وكان رئيس الحكومة الحالي هو وزير الخارجية. في الوقت ده احنا اخطأنا في التعامل مع قضية سد النهضة. في الوقت ده ميليس زيناوي قال لنا انا حوقف كل الاعمال التحضيرية لحد ما يبقى فيه مجلس نواب في مصر، ولحد ما ييجوا خبراء من مصر تختارهم مصر والسودان خبراء دوليين يعملوا تصميم السد. وقال لنا انا بطالبكم كممثلين للشعب المصري انكم تنشئوا السد ده معانا، لان السد ده الطاقه الكهربائيه اللي هتطلع منه هنقدر نبيعها من خلال كل اوروبا، ونتحكم مع بعض في ملو البحيره اللي خلف السد. والحقيقه هو ده كان الحل الامثل. وهو في الوقت ده
كان البنك الدولي رافض يديله أي تمويل بسبب ثقل مصر في البنك الدولي، إلى أن جاء الاجتماع الفضيحة الذي حدث في الاتحاد. السفير الأثيوبي بيتكلم عربي اسمه الأستاذ محمود. الاجتماع ده اللي حضراتكم شفتوه على التلفزيون، واللي فلان قال ناخد طيارة ونعمل نفسنا بنضربهم، واللي قالوا قالوا قالوا، دي استفزت الشعور الوطني للشعب الأثيوبي. جمع أموال السد، هما في ناس أغنياء عندهم جدا، جمعوا أموال السد وبنوا السد في هذه المرحلة. السفير الأثيوبي يومها قال لي حاجة، قال لي ما حزنت أنني أعرف أعلم اللغة العربية قدر ما حزنت الآن وأنا أستمع إلى رئيس جمهورية مصر السابق وهو أو الأسبق وهو يتحدث مع مجموعة من الساسة ويخططوا لتفجير وضرب أثيوبيا وهذا وهذا. إحنا أخطأنا وبندفع ثمن، لكن عايز أقول لك ما تقلقوش من سد النهضة، لأن مصر كبيرة قوي وقوية قوي، وتقدر وهي هنا تتحكم في البحيرة وفي طريقة ملوحة. البحيرة البحيرة المشكلة في ملء البحيرة خلف السد. مية النيل في أثيوبيا منخفضة عن سطح الأرض بمسافة كبيرة جدا، وبالتالي ما بيستخدموش المياه في الزراعة، هما بيعيشوا على الأمطار في الزراعة. لكن ازاي نتحكم؟ أول ما تتملى البحيرة بشكل تدريجي ما يضرناش السد في حاجة. وتأكد إن رئيس مصر وجيش مصر يقول لكم اطمنوا، يبقوا تطمنوا. عارفين جيش مصر في الأزمة اللي احنا فيها دي؟ جيش مصر بقى فيه موقعين عالميين، موقع اسمه جلوبال فاير باور، وموقع تاني اسمه معهد كريدي سويس. الجيش المصري رقم 12 في العالم، يسبق الجيش الإسرائيلي بأربع درجات. عن رقمنا 12، إسرائيل 16. طمنا يا رجل، ربنا طمنا. القوات البحرية المصرية رقم 7 في العالم، بنصنف من الفئة الأولى. عندنا غواصات تحت المية، عندنا سفن فوق سطح المية، عندنا طيارات على حمالتي الطائرات اللي هيوصلوا خلال أشهر قليلة جدا، وأطقم القوات البحرية بتتدرب وهترجع بحمالتي طائرات باستيران، كل حاملة طائرات مسلحة 48 طائرة هليكوبتر، وبتستوعب 600 فرد. حاجة مدينة جوه طولها 320 متر، يعني مصر بقت قوية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومن هذه القوة استمدت مصر إمكانياتها الإقليمية. القوة مصر المملكة العربية السعودية، خليج، إمارات، إن شاء الله دول الجوار كلها، إن شاء الله يكون الجسر ده بداية للوحدة الاقتصادية العربية، يكون الجسر ده بداية للعملة العربية الموحدة. أوروبا مش أحسن مننا، أوروبا عاشت تحارب بعضها أكتر من 100 سنة، حروب بين دول أوروبا بعضها البعض. النهاردة بلد واحدة، بقى في وحدة أوروبية. إحنا كعرب بيجمعنا لغة وجغرافيا ومصير ودين وتاريخ، مش عارفين نتوحد اقتصاديا. أنا بقول إن النهاردة القوة في الكيانات الكبيرة، وإن شاء الله ستكون الأمة العربية بمصر وبأشقائها العرب دول أو منطقة عربية موحدة، بجيش عربي موحد، بعملة عربية موحدة، باقتصاد منفتح على بعض البعض، لأننا أغنى من أغنى الناس لو توحدنا. عشان كده
الاستعمار والصهيونية العالمية وأمريكا حريصين على بس الفتنة بين العرب بعضهم بعض، بس التطرف بين المذاهب سنة وشيعة، بين القاعدة وداعش وخلافه من هذه التنظيمات الصنيعة القوى الصهيونية العالمية. إن شاء الله بشعب مصر الأبي المحترم الصابر اللي صبر كتير، وبقول لكم فات الكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل. في ختام كلمتي أتوجه بتحية إجلال وإكبار وتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم كي نبقى سالمين آمنين. تحية إلى شعب مصر العظيم خير أجناد الأرض الذي تحمل وتحمل وتحمل وعانى، ولكني أعدكم وأرى أن فرج الله قريب وأن الخير آت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.